خلال الساعات اللي فاتت الحقيقة كان في مجموعة من الأخبار اللي زعلتنا، يعني كنا بنتناول مع حضراتكم من فترة كبيرة وإحنا بنتابع موضوع ضمور العضلات الشوكي والأطفال، وساعدنا جدا بالمبادرة الرئاسية أن يتم توفير هذا اللقاح، خصوصا لما كنا بنكلم الأساتذة والمتخصصين في هذا الموضوع قالوا لنا أن نسب الوفيات في الأطفال تحت سن السنتين بتكون عالية، بتكون كتيرة نتيجة طبعا يعني عدم أخذ الجرعة، أو بيبقى فيه مضاعفات شديدة جدا جدا الولاد والأطفال في السن ده بيتعرضوا لها نتيجة ضمور العضلات، فبيصبحوا عرضة للوفاة بشكل كبير. النهاردة في 4 وفيات، ليال، ليال أحمد، وليال سبحان الله يعني كانت تلقت الحقنة الأغلى يعني في العالم يوم 3 أغسطس، يعني بقى لها حوالي ما يقرب من 20 يوم وخدت الجرعة يعني أو الحقنة وخرجت من المستشفى، ولكن زي ما قالت أسرتها طبعا اللي بنعزيهم ونوجه لأهلها كل التعازي وقلوبنا معاهم، توفت نتيجة شرقة. برضو في حالتين تاني، في إيمان جالها التهاب رئوي، كل ده بنتكلم عمر شهور يعني، حبايبي يا رب يرحمه، دول ملائكة، دول طيور الجنة يعني إنجاز التعبير، هم طيور الجنة يعني في الجنة، وربنا يا رب يصبر أهليهم يعني. فإيمان جالها التهاب رئوي وما كانتش خدت الدواء، ما لحقتش، فتوفت النهاردة إيمان. كمان سمير أحمد وسليم محمد كمان هما الاثنين برضو توفاهم الله، يا رب يصبر أهلهم ويصبر أسرتهم يعني، ويكونوا يعني سابقين ليهم بإذن الله وياخدوا إيديهم كده على باب الجنة إن شاء الله يعني. برحب بالأستاذة الدكتورة ناجية فهمي مدير مركز الأعصاب والعضلات بكلية الطب جامعة عين شمس. دكتور ناجية أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو، أهلا وسهلا. يعني كلنا الحقيقة زعلانين، كل المتابعين لهذا الأمر طبعاً الحالات طبعاً زعلانين طبعاً. ولكن حضرتك في أول اتصال لما فتحنا هذا الموضوع من شهور قلت لنا أن نسب الوفيات في الأطفال عالية تحت سن السنتين. تمام. احنا كان في حصر كده، كان وحدة العضلات في طب عين شمس عملته مع جمعية آباء وأمهات ضمور العضلات الشوكي في مصر، هي أشرت دلوقتي خلاص جمعية مشهرة لآباء وأمهات ضمور العضلات الشوكي. كنا حصرنا في حوالي سنتين أو سنتين وكم شهر 73 طفل اتوفوا من ضمور العضلات الشوكي. المرض ده SMA ده يعتبر من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال تحت سن سنتين من الأمراض الوراثية، يعني نقدر نقول هو القطر الأول أو الثاني بعد مرض نادر شوية في الصدر اسمه سيستيك فايبروزس، لكن بالنسبة للأمراض الوراثية في الأطفال يعتبر هو القاتل الأول اللي احنا بنشوفه. فمن غير العلاج نسب الوفيات عالية، وأهم أسبابها هي ضعف عضلات التنفس اللي بتؤدي الى نزلات رئويه متكرره والى فشل في الجهاز التنفسي. ده اللي حصل مع ايمان، مش عارف سمير وسليم نفس الحاله ولا التهاب رئوي وفشل في الجهاز التنفسي. للاسف ايمان برضه. احنا كنا مجهزينها عشان خاطر نعمل لها طلب حقنه العلاج الجيني، لكن من شروط ان احنا ندي الحقنه ان لازم ما يكونش الطفل عنده اي التهابات في الجسم. ففوجئنا ليله ما هنطلب الحقنه ان هي الحراره ارتفعت بقت 38، فالام كلمتني قلت لها لازم دكتور الاطفال يشوفها. دكتور الاطفال مشكورا عمل لها اشعه الصدر، لقى التهاب رئوي، فما ينفعش بالتالي تاخد الحقنه. لا يمكن. تاني يوم الاكسجين نزل تماما، فهي خايفه، قلت لها احنا مضطرين يعني لازم الدكتور يتدخل. يا رب يصبر. فاضطر ان هو يحطها في جهاز تنفس صناعي، ما كانتش خدت الحقنه. سليم من النوع الاول ومن البدايه خالص فعلا كان تعبان تحت سنتين. برضه سليم 70 يوم تقريبا. وحاولنا ان احنا ندي الحقنه، لكن كان على جهاز تنفس صناعي من البدايه، فهو من النوع الشديد، نوع ضمور الشوكي الشديد اللي بتجي من البدايه خالص 70 يوم. النقطه الثانيه اللي عايزه اقول عليها اللي هي البلع، مشكله اللي هي عضلات البلع دي ما بناخدش بالنا منها دكاتره كتير، لكن الطفل ده ممكن يشرق وهو بيبلع ريقه. ما هو ليال حصل معاها كده، انا ما فهمتش يعني ايه شرقت فتوفت. انا عايزه اقول لك المره كان في ام بتاكل ابنها، شرق منها وهو بياكل،
توفى في الحال. ده كان عنده ضمور عضلات شوكي؟ كان ضمور عضلات شوكي، كان عنده 4 شهور ونص. يبقى الأمهات يعني اللي يتشخص عندهم ابنهم أو بنتهم ضمور عضلات شوكي لازم تاخد بالها جدا جدا وهو في مرحلة الرضاعة، يعني في الأيام الأولى. بالظبط، لدرجة إن في بعض المراكز بنضطر إن احنا نركب أنبوبة للمساعدة على البلع، أنبوبة في الأنف والمريء عشان يساعد على البلع، أو ساعات بيضطروا يعملوا اللي هي الأنبوبة المعدية اللي هي توصل الأكل على طول للمعدة، وبعد ما تتحسن حالة الطفل يشيلها. بس خليني أقول لحضرتك إن اللي بيبقى عندهم ضعف عضلات التنفس أو ضعف عضلات البلع بتبقى فيه الخلايا العصبية الحركية عن العضلات دي متأثرة جدا، فبتبقى استجابتها للعلاج ضعيف. يعني ما هي الناس برضو ممكن تقول ليال خدت الحقنة اللي هي الغالية دي 34 مليون، خدتها يوم 3 في الشهر، احنا كده شهر و19 يوم بالظبط. هي مظبوط صح يا خالد، شهر و19 يوم بالظبط، شهر و19 يوم، وخرجت من المستشفى وخلاص. فكون انها تتوفى بعد شهر واسبوعين او شهر و19 يوم فبشرقه، فالناس ما كانتش فاهمه ايه السبب. يعني احنا ممكن طبعا احنا يعني الله يرحمها يعني ليال من احب الاطفال لقلبي، ويصبر والدها ووالدتها ويصبر كل الاطفال واهلهم. العلاج في سن يعني ليال كانت تكمل 2 سنين، بعدها مثلا بكام يوم العلاج علشان يبتدي يحسن العضلات ويبان على الاطفال، عايز له على الاقل من 3 ل 6 شهور في السن ده. من 3 ل 6 شهور طبعا، ان اللي بيتحسن الاول اللي هي الاطراف، يعني ممكن يتحسن الدراعات او يتحسن ان الطفل يصلب رقبته او ممكن يحسن رجله، لكن عضلات البلع والتنفس مش متوقع انها تتحسن بسرعه. طيب يعني حضرتك دلوقتي لازم توجهي نداء للامهات خصوصا اللي بيرضعوا اولادهم اللي عندهم ضمور عضلات، حتى لو خد الحقنه دي ولازم طبعاً. لازم تاخد بالها منه وهي بترضعه، لان لو شرق لا قدر الله ممكن تبقى فيه مشكله. تمام. مهم كمان اللي احنا عايزين نسعى عليه بعد كده تشخيص الحالات مبكرة، يعني عايزين نشخص الحالات قبل 6 شهور، ويا ريت قبل 3 شهور. أرجوكي قولي لنا العلامات اللي الأم أول ما البيبي يوصل تاخد بالها من 1 2 3، لو فيهم مشكلة تجري تشخص، وتشخص عند مين؟ يعني أهم حاجة إن الطفل ده بنلاقي إن صوته ضعيف، العياط بتاعه ضعيف، العياط ضعيف، بيبقى عنده عدم القدرة على إنه يرضع، أو عدم القدرة على البلع، أو إن هي تبص تلاقي جسمه رخو لما بتشيله رخو، ممكن لما بترفعه من دراعاته أو بتشده من دراعاته الراس بترجع لورا، إن في ارتخاء في الأطراف، أو إن تلاقي حتى حركة الأطراف بسيطة ضعيفة. ما بيحرك الأولاد دايما معروفين، أو يعني البيبيهات دايما بيقعدوا يحدفوا بإيديهم ورجليهم كده شوية. تمام. لا، فلو لقيته ما بيتحركش كويس تقلق. بالظبط. مهم قوي عضلات التنفس، بص تلاقيه بيتنفس ببطنه. التنفس بعضلات البطن دي شيء خطير. ده بوجهه للأمهات وبوجهه للأطباء، يعني نقص الكالسيوم أو فيتامين دي مش هيموت الطفل، فلو حضرتك شكيت حوله على طول لأخصائي الأعصاب أو أطفال أعصاب، عشان يعمل له رسم العضلات ويعمل له التحليل الجيني فورا. يقدروا بالتالي ان هم يتحركوا بدري، يقدروا ياخدوا بالهم لو الام بترضعه، يبقى ما تعملش حاجه غلط عشان ما يحصلش مشكله. الاسر اللي عندهم اطفال تم تشخيصهم ضمور شوكي، اي طفل جديد يجي لازم نعمل له التحليل الجيني. احنا لو اخواته بقى اللي هيجوا بعده. بالظبط، احنا لو شخصنا الاطفال قبل ظهور الاعراض، الحقن دي هتبقى فعلا ليها قيمه كبيره قوي، انها تدي الطفل قبل ظهور العرض او في بدايه ظهور العرض كل المضاعفات دي احنا مش هنشوفها. خلي بالك حضرتك، احنا لغايه دلوقتي ضمن المبادره اتحقن حوالي 26 طفل في شهر ونص، واللي هم الاختيار العشوائي كان في طفلين قبلهم، عدد كبير جدا في فتره قليله. فطبيعي ان احنا نلاقي كل المضاعفات دي، وان احنا نلاقي احتمالات نسب الوفيات نلاقيها موجودة. يعني ستر ربنا إن شاء الله على الباقيين كمان، يعني إن شاء الله يعني يكونوا أحسن. الأهل ياخدوا بالهم بقى من مسألة البلع والشرقة والكلام ده،
بعد الجرعه قبل الجرعه يعني على طول بقى لحد ما الامور تتحسن. طب دكتوره التحليل بتاع الجينات اللي بيتاخد من كعب الرجل عند الولاده ايوه ده ما بيبينش؟ احنا لسه ما اضفناش ضمور الشوكي، دي الخطه دلوقتي السريعه اللي احنا ان شاء الله وزاره الصحه بتسعى عليها، والله ان في ال 19 كاشف الامراض الوراثيه اغلبيتها اضطرابات في الايض او اللي بيسموها ان بون ايرورز اوف ميتابوليزم، احنا عايزين نضيف ليها ضمور العضلات الشوكي يعني بحيث ان احنا هيتضاف عليها ضمور عشان ما نسيبش الامر لملاحظه الاب او الام، يعني ممكن ما ياخدوش بقى. لا ما هو طبعا اكيد هم ما عندهمش الخبره الكافيه، ولو لسه بالظبط اول بيبي فمش هياخدوا بالهم خالص يعني. فاحنا يعني في سبيل ان احنا التشخيص المبكر او تشخيص حديث الولاده، انه يضاف التحليل الجيني السريع اللي ان شاء الله مش هيبقى تكلفته عاليه، هنقول على الاقل للاسر اللي عاليه الخطوره والله اللي يا عندها دكتوره اطفال التحليل سابقين. حتى التحليل لو هيتعمل في الوزاره هيتعمل مجانا هيتعمل بفلوس، بس الناس تبقى عارفه عشان تطمن، او يا اللي ريت عندهم خلفيه اسريه بضمور عضلات شوكي ياخدوا بالهم بقى من اللي جاي يعني. ويا ريت كمان احنا بننادي بحامل المرض، في نسبه 1 لكل 40 او يمكن في مصر كل 30 يحمل الطفره الوراثيه، فلو هو تزوج باخرى تحمل نفس الطفره هيبقى عندهم نسب اصابه اطفالهم، كل طفل في نسبه 25% يبقى مصاب بالمرض. وتتعرف ازاي دي يا دكتوره؟ يعني برضه لازم نعمل تتعرف ازاي؟ تحليل ما قبل الزواج، ما لازم قبل برضه الزواج. نعمل اسمه ايه لازم التحليل نعمل طب تاني معلش؟ تحليل ده ما بيتعملش، ده لازم يطلب تحليل ان احنا نعمل بي سي ار لضمور العضلات الشوكي. يعني تحليل ضمور عضلات شوكي. لو تحليل هو لو المقبل على الزواج والمقبل على الزواج حد فيهم عنده في عيلته حاله. يعني يا ريت، او لو هو بقى عايز يطمن، هو التحليل مش غالي لكن زي ما احنا شايفين الفاتوره غاليه قوي من حياه الاطفال، والفاتوره غاليه قوي في العلاج، اكيد اكيد لو احنا اكيد عملنا كده اكيد طبعا هتساعدنا نقلل اعداد المرض في طبعا مصر. طبعا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ دكتوره ناجيه فهمي مدير مركز الاعصاب والعضلات بطب عين شمس.